نحن هنا على شواطئ جزيرة كوس اليونانية التي تبعد عن مدينة بودروم أو السواحل التركية بضعة كيلومترات فقط، ويفصل بينهما بحر إيجي. بحر إيجي هو سبب لأزمة كبيرة بين البلدين، هي أزمة قديمة لكنها تجددت في الأسابيع الماضية بشكل كبير على خلفية تبادل للاتهامات بين أثينا وأنقرة. أنقرة تتهم اليونان بأنها تخطت الحدود القصوى لتواجد القوات والوحدات العسكرية على جزر شرقي بحر إيجي، وأما اليونان فتقول بأن تركيا تنتهك هذه السيادة اليونانية عبر اختراق المجال الجوي والبحري وعبر التهديدات المستمرة وأيضا وجود القوات العسكرية التركية في الجهة المقابلة أو على الجهة المقابلة بشكل كبير. ترفض اليونان بشكل قاطع التشكيك بسيادة هذه الجزر. تركيا تتهم اليونان بعسكرة هذه الجزر عبر تواجد القوات العسكرية بشكل كبير. الوضع هادئ هنا على هذه الجزيرة، ولكن لاحظنا صباح هذا اليوم تواجد لبعض الوحدات العسكرية التي مرت في منطقة الميناء الرئيسي لهذه الجزيرة، وهو أمر يعني نادر الحدوث. هناك توتر متصاعد في جزر أخرى قريبة جدا من تركيا على صعيد الحركة، حركة الملاحة. يعني لاحظنا وجود يعني ملاحة بين البلدين، حركة العبارات بين تركيا واليونان، ولكنها خفت في الأيام القليلة الماضية على خلفية هذه الاتهامات وهذه التهديدات. إذن أزمة بحر إيجي قد تتصاعد في الأسابيع القليلة المقبلة بين اليونان وتركيا، وقد نشهد مزيد من المواقف الحادة بين البلدين، بين أثينا وأنقرة. سلمان العنداري، سكاي نيوز عربية، من جزيرة كوس.